سلام خوتي وبنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال ان شاء الله. كيف شفتوا الوصفه السابقه، حضرنا ليمون بطريقه اللي عاديه وبازيك. الوصفه ديال اليوم غنزيدوا عليها جوج ديال المكونين اللي هما الثوم والقشده الطريه. كنتمنى تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا للمكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو الكيلو ديال بوزروك أو بلح البحر أو المحار. كنشدو كنغسلوه مزيان حتى كتحيد منو الرملة إلا كانت فيه. من بعد كناخدو واحد الموس وكنكرطوه بهاد الشكل هذا، كنحيدو منو كاع داك الخز ودوك الشوائب اللي عالقة بيه. إلا لقيتو شي وحدة اللي كتكون مهرسة بهاد الشكل هذا، هادي كرميوها. وكذلك واحد الحاجة، إلا لقيتو شي وحدة اللي كتكون مفتوحة بواحد الشكل اللي مبالغ فيه حتى يترميوها، هذيك تسمى ميتة. بالنسبة للجزر والكرافس والبصل، يكونوا مقطعين رقاق، كتكون واحد 2 ملم. واحد الحاجة كنأكد عليها ملي تشريوه، دائما في الثلاجة تشريو هاد المحار هذا، حطوه في الثلاجة. الحجم ديال الجزره كتكون متوسطه بهاد الشكل هذا، وجوج عراج ديال الكرافس. الا كان الكرافس الابيض من الاحسن، الناس ديال اوروبا راه عندهم الكرافس الابيض. شوف المغرب واش كاين ولا لا. هنا بالنسبه للثومه درت نص معلقه، لحقاش الثومه مكون اساسي في هاد الوصفه هذه. وهنايا القشده الطريه ولا كريم فريش غنحتاج نص كاس 100 ملل، والبزار والملح. هنا غناخد غندير غير النص ديال هادي. هنا كناخد واحد نص كاس ديال الماء، وكندير فيه واحد المعلقه صغيره ديال النشا اللي هي مايزينا. كنحركهم مزيان باش خصني نخدر هذيك الكريمه اللي عندي لا كريم فريش. من بعد ما كندير الكريمه فوق النار، كنزيد عليها شويه البزار شويه الملح. كناخذ هذيك مايزينا اللي تلقت في الماء، كنزيدوها على الكريمه ونبقاو نحركوا فيها باش تزيد تعقد. كنشوف الكريمه ديالي بدات كتغلي، كنضيف الثومه اللي هي مكون اساسي في هذا الطبق. بعد ما كتختار بهذا الشكل هذا وكتعقد، صافي كنحيدها. ناخذ واحد الطنجره كنديروا فيها الزبده، الجزر، البصله، الكرافس، عاد باش كنوضعوا المحار او بوزدروك، شويه البزار، شويه الملح، وكنشعلوا العافيه على جهدها. النار تكون مرتفعه، باش الا طيبتوا على نار اللي غتكون متوسطه او مهيله غيطيب من الداخل ولكن ما غيتحلش. هنا غنسد عليه حتى دوز 4 دقائق، ونشوف البخار بدا كيخرج والغطاء ديال الطنجره بدا كيتحرك شويه، عاد باش نحركوا واحد جوج تحريكات من الاسفل الى الاعلى ونقلبوا. من بعد غنزيد الكريمه اللي صايبت من قبل.
وهنايا غادي نسد عليه دقيقة واحدة نخليه يطيب وغنحركو من الأسفل إلى الأعلى. صافي، وها الطبق ديالنا واجد. هادشي علاش قلت لكم قبيله ما تحركوش بزاف باش اللب ديالو ما يطيحش من الصدفه، واش هادي هي الحلاوه ديال الماكله ديالو. كنتمنى تعجبكم الوصفه الاولى اللي سبق ليا ونزلت، وهاد الوصفه كذلك، والوصفه القادمه ان شاء الله غتكون بالطريقه ديالي اللي فيها واحد اللمسه مغربيه اللي غتعجبكم بزاف ان شاء الله. بعد ملي كناكلو بوزروك ديالنا كنشربو هاد الحساء هذا اللي كيجي تاهو لذيذ بزاف، هذا غير الماء اللي طلقو بوزروك. وكانت هذه نهاية الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالتعليق الزوينة اللي كتحفزني ونجيب لكم دائما الجديد، ولي لايك، وإن شاء الله الوصفة الماجية غتكون هي على بوزروك إن شاء الله أو ليمول، غتكون بالطريقة ديالي ولكن فيها واحد اللمسة مغربية اللي غتعجبكم بزاف. خليتكم هاد الساعة، بسلام عليكم.